السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مع تسريح الامتحان الجهوي دورة 2017 الدار البيضاء ستاس. دونك التمرين الأول على 6 نقاط، وهو خاص أو أنصح به تلاميذ الأولى بكالوريا آداب علوم إنسانية واللغة العربية بمسالكها. إذا نبدأ على بركة الله مع السؤال الأول. حل في آخر المعادلة 5x مربع ناقص 11x زائد 2 تساوي 0. والسؤال الثاني، يحل في آخر المتراجحة 5x مربع ناقص 11x زائد 2 أساقط عام 0. ثالثا، يحل في آخر أس 2 النظمة 3x زائد y يساوي 5، 5x زائد 2y يساوي 11. رابعا، الارتفاع الحقيقي لبرج إيفل بباريس هو 324 متر. إذا علمت أن ارتفاعه على التصميم هو 6.48 متر، فما هو سلم هذا التصميم؟ إذا نبدأ مع السؤال الأول. إذا أولا، نحل في آخر المعادلة، واللي هي 5x أس 2 ناقص 11x زائد 2 تساوي 0. تعلمون أن حل معادلة من الدرجة الثانية علينا أن نستعمل المميز دلتا، أو أن نحاول تعميلها على شكل جداء منعدم، وذلك باستعمال إما المميز دلتا أو لا استعمال الحل البديهي أو استعمال المتطابقات الهامة. إذا نبدأ أو نتجه نحو الحل أو الطريقة السهلة، وهي استعمال المميز. إذا نحسب المميز دلتا. المميز دلتا يساوي ب أس 2، دونك ب أس 2 يعني ناقص 11. الكل أس 2، بي هو المعامل ديال اكس، دونك هذا هو بي، هو ناقص 11. بالنسبة لنا ا هو 5، وبالنسبة لنا سي هو 2. إذا بي أس 2 يعني ناقص 11 أس 2، ناقص 4 ا سي، ناقص 4 ا سي، ناقص 4 في 5 في 2 في 2، إذا تساوي ناقص 11 أس 2 هي 121، ناقص 4 في 25 في 2 هي 40. إذا 121 ناقص 40 هي 81. إذا دلتا يساوي 81. وبالتالي بما أن دلتا موجب قطعا، فإن المعادلة تقبل حلين. فإن المعادلة تقبل حلين هما تقبل حلين هما إكس واحد ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2a، وإكس 2 ناقص بي زائد جذر دلتا. خصكم تكونوا حافظين هاد الصيغتين ديال الحلول. إذا ناقص بي، بما أن بي هي ناقص 11، إذا ناقص بي هي 11 ناقص جذر دلتا يعني ناقص جذر 81 على 2a يعني على 10. و إكس 2 بنفس الطريقة 11 زائد جذر 81 على 10، إذا تساوي إكس 1 هي 11 ناقص 9، لأن جذر 81 هي 9، و إكس 2 هي 11 زائد 9 على 10. إذا إكس 1 11 ناقص 9 تساوي 2 على 10، اللي هي 1 على 5 بعد الاختزال، 1 على 5. و إكس 2 11 زائد 9 20، 20 على 10 هي 2. ومنه S مجموعة الحلول 2 و 1 على 5. إذا المعادلة تقبل حلين مختلفين هما 2 و 1 على 5. نشوف دابا المتراجحة. السؤال الثاني، نحل المتراجحة 5 إكس أس 2 ناقص 11x، 5x أس 2 ناقص 11x زائد 2 أثر قطعا من 0. أظن هذا هو السؤال. إذا 5x أس 2 ناقص 11x زائد 2 أثر قطعا من 0. إذا على بركة الله، بما أنه حل المعادلة، إذا حسب السؤال الأول المعادلة 5x أس 2 ناقص 11x زائد 2 تساوي 0 تقبل حلين هما
واحد على خمسة واثنان. علاش؟ لأن حنا غنستعملوا جدول الإشارة ديال هذا التعبير هذا اللي هو الحدودية من الدرجة الثانية. وجدول الإشارة يعني عرفنا القواعد اللي شفنا في الدرس أننا تنديروا جدول بهذا الشكل. إذا تنكتبوا هنا يا إكس، هنا تنوضعوا التعبير ديالنا اللي هو الحدودية من الدرجة الثانية، خمسة إكس تساوي اثنان ناقص حداش إكس زائد جوج. هنا تنكتبوا ناقص لا نهاية وهنا زائد لا نهاية لأن حدودية معرفة على آخ. بالنسبة لنا هنايا كنكتبوا الحلين بالترتيب من الأصغر إلى الأكبر. الحل الأصغر هو واحد على خمسة أو الجذر الأصغر، ثم هنا اثنان، نضع هنا خط صفر وهنا خط وسط منه صفر. داخل الجذرين نضع عكس إشارة أ، أ هو خمسة إذا العكس هو ناقص، وعلى خارج الجذرين نضع إشارة أ. إذا من خلال جدول الإشارة يتضح بأن خمسة إكس تساوي اثنان ناقص حداش إكس زائد جوج موجبة المجالين ناقص ما لا نهاية واحد على خمسة واثنان زائد لا نهاية وسالبة على المجال واحد على خمسة اثنان. إذا حل المتراجحة، إذا حل المتراجحة هو اس يساوي المجال المفتوح واحد على خمسة اثنان. داكوغ. إذا من بعد ما حلينا المتراجحة نشوفوا دابا النظمة. إذا ثالثا نحل النظمة، والنظمة هي كالتالي. إذا نعود للنظمة، ثلاثة إكس زائد إيكغيك تساوي خمسة. المعادلة الأولى من الدرجة الأولى بمجهولين، والمعادلة الثانية خمسة إكس زائد جوج إيكغيك تساوي حداش. إذا على بركة الله، إذا نبدأ باستعمال طريقة التعويض. إذا نستعمل طريقة التعويض، ممكن تستعملوا طريقة التأليف الخطية أو ممكن تستعملوا طريقة المحددة. إذا نمشيو نديروا طريقة المحددة. إذا نحسب المميز دلتا أو المحددة دلتا. إذا دلتا نضع معاملة إكس في البداية ثلاثة وخمسة، معاملة إيكغيك واحد واثنان، ونحسب ثلاثة في اثنان. إذا نضع هذا العدد في هذا العدد ناقص هذا العدد في هذا. إذا ثلاثة في اثنان ناقص خمسة في واحد تساوي ستة ناقص خمسة تساوي واحد. ستة ناقص خمسة تساوي واحد. إذا من بعد ما درنا دلتا، إذا نمشيو دابا نحسبوا دلتا إكس. دلتا إكس يعني المميز المرتبط بإكس. المميز المرتبط بإكس معاملة إكس سنعوضها بخمسة وإحدى عشر. إذا خمسة 11، معاملة إيكغيك نتركها كما هي ونحسب 5 في 2 10 ناقص 11 في 1 هي 11، النتيجة ناقص 1. المميز المرتبط بإيكغيك، إذا نكتب مميز المعاملات المرتبطة بإكس أو معاملة إكس كما هي، وعوض معاملة إيكغيك نعوضها ب 5 و11. إذا 3 في 11 33 ناقص 5 في 5 25. إذا 33 ناقص 55 تساوي. إذا يمكن لكم تستعملوا آلة حاسبة أو تحسبوها هنا على جنب. 33 ناقص 25، 3 ناقص 5 ما يمكنش، دونك 13 ناقص 5 تعطينا 8. رد الاحتفاظ، 3 ناقص 3 0، إذا تساوي 8. مفهوم؟ إذا من بعد ما حسبنا أو حددنا دلتا إكس دلتا دلتا إيكغيك، إذا ومنه إكس يساوي دلتا إكس على دلتا، واللي هو دلتا إكس هو ناقص واحد على واحد اللي هو ناقص واحد، و إيكغيك دلتا إيكغيك على دلتا. دلتا إيكغيك تساوي 8 على واحد تساوي 8، وبالتالي الزوج ناقص واحد 8 حل للنظمة. حل للنظمة. آخر سؤال وهو يتعلق بسلم الخريطة. إذا نعود إلى السؤال نقرأه. الارتفاع الحقيقي لبرج إيفل بباريس هو 324 متر. إذا علمت أن ارتفاعه على تصميم هو 6.48، فما هو سلم هذا التصميم؟ إذا غنديرو الارتفاع على التصميم نقسمه على الارتفاع الحقيقي باش نلقاو السلم. إذا السلم
هو الارتفاع على التصميم 6.48، والارتفاع الحقيقي هو 324 متر. الإشكال أن هذا القياس اللي هو 6.48 بالسنتيمتر، متفقين؟ عندنا بالسنتيمتر، بالتالي خصنا نحوله إلى، لا هو بالمتر، إذا بالمتر يعني نفس الوحدة، ما عندناش مشكل بالمتر وهذه بالمتر، إذا مزيان. إذا يكفي أننا نحاول نردو هذا العدد هو واحد، إذا نضربه هنا في 100 تولي 800 و 648 مقسومة على 3 جوج 4، ونزيدو جوج أصفار لأن ضربنا في بسط المقام في 100. من بعد غادي نحاولوا أننا نختزلوا يعني هذا التعبير هذا مقسمو على 648، داكوغ؟ إذا نحاولوا نختزلوه، إذا كيف ما تتلاحظوا غادي نحاولوا نختزلوه، يعني غندير إذا 648 إلى قسمناها على 648 غتصير 1، و 32400 إلى قمنا بالقسمة ديالها على 648 النتيجة غتكون هي 50. إذا يمكن لكم تجربوا العملية وتضربوا تشوفوا النتيجة، هتلقاوها فعلا تساوي 50. إذا السلم المقترح هو أن 1 متر على الخريطة هو 50 متر في الواقع. إذا 1 متر على الخريطة أو التصميم يساوي 50 متر في الواقع. إذا شكرا على حسن انتباهكم، ونلتقي في تصحيح آخر.